كيف حالك؟ الحمد لله الصحة كيف هالعنان الحلوات هذول؟ الله يظل حلوين. الله يسعد هالبوز يا ربي حبيبة روحي. يا الله اسمع علي. نعم. بدي أسألك أنا سؤال سألته لكل المخيم فيش حدا عارفه. قالوا لي أنت بتعرفي. احكي لي ثلاث أنواع فطلة نسويهم هيك في البيت. يلا. المشمش. المشمش. العنب. العنب. الخوخ. الخوخ. والتين برضه بدنا نسوي منه فطلة. هاي كمعدلة ما شاء الله عليكي. يا حبيبتي يا حاجتي. حافظتي لك زغروتي؟ بس زغرتك شو اسمك؟ يلا يسعد روحك، أنا اسمي رشا. يا رشا يا نعناعة. يا بالذهب مكبعة. يلا سلم أبوك وخوتك. ويظل عليهم مدلعة. يا حبيبتي يا حاجتي الله يسعد قلبك يا رب. تفضلي يا عمري. الله يزيدك حبيبة روحي. الله يعطيك الصحة بركتنا انتو حبيبتي. يا كيف حالك يا حجية؟ يعطيك العافية. كيف حالك يا حجية؟ اهلين اهلين يا حبيبتي. ما شاء الله عنا الخريطة طول وعرض وارتفاع وزبط الوضع. كيف الخلفة طلعت؟ أيوة زي ما بدك يعني. كل شيء تمام؟ طب الحمد لله زبطة معاكي على الآخر. يا حبيبة تروحي يا حاجتي. تعالي أسألك سؤال بسيط. إحنا برنامج هيك من ليه؟ الله أهلين فيك يابا. فبنا نسألك أسئلة بسيطة أنت والحاج واللي بيجاوب نعطي جائزة منيح. كديش اللي تعيش معاه؟ عشت معاه إلي 50 سنة معاه. شو وضعه؟ وضعه يعني السدك السدك كون 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 أنا وياها طوش. أنا وياها ليش يابا؟ ليش تطوش؟ ليش؟ شو فيه؟ أنا بحل المشكلة. شافت حالها عند ولادها زلام وشافت حالها كبيرة شوي شايفة. انعكست علينا. آخ من جن يا النسوان. هاي شايفة ولا تحطها واطية يا حاج. لا أعوذ بالله راسها هي راسها. ايوه هالعصاي وجبدها غير بدي اياك. لا لا لسه اللي بده يجبدني ما خلقت في بطن عمو. والله شبيرة حيل قويه. قويه والله حاج. الله يعينك. انت سويت الاحجابات وما قلتش انا بجوزها جبدتها حيلها. الله يحييك. انا بجوزك. انا عندي صالون ستاتي ابشر على المره اللي بدك اياها وانا بجوزها. خلص وين بدك قاعده؟ وين بدك قاعده؟ وين بدك قاعده؟ اقعد. هي هذه تضل مين؟ هذه الي. كيف لك هذه؟ إيه أنا سويها؟ أنا اللي سويتها. من وين؟ يعني من إيه؟ مال أبوك؟ من وين سويتيها؟ من مال أبوي. مظبوط يا حاج؟ لا من مال أبوه ولا من ماله؟ أنت من تعبه من تعبه ولا لا؟ اشتغل في حياته ولا ما اشتغلش؟ مش من تعبه الدار؟ اشتغل مع أخرى مرة هو. أخرى متجوز عليك؟ اشتغل للمرة هذيك. يعني متجوز عليك؟ قبل ما اتجوزها. قبل أنت اللي داخلة على برا. أنا. عشان هيك شايفة حالك. شكليلة بالمرة. مش قليلة. والله من مين العوك منك؟ مني. تنتين بتجوز؟ مني. يعني عشانك هالطول يا حجي بطولك شايف حالك تنتين بتجوز؟ الواحد بوحدة يا دوب يسطر حاله. والله كفر. انت تنتين جبت الهم لحالك. شو ما سوت معذورة؟ مع هالحك. بيطلع لي اتجوز صح من اول. انا بكتش اعرف. بكتش اعرف. انا في كل طولي. انا بكتش اعرف. ايوه. لحين يجي للدغري. تمام. بدي اسال السؤال انا. اتفضل. لا يا عمي لا الله يسعدك يا رب. اعطيني ثلاث اشياء مربعين في البيت. يلا اشوف ذكائك. ثلاث اشياء قويه كل شيء تمام بس بدنا الذكاء الحين. المخ زي ما زبطتيه وهو عنده مرة. يلا زبط الوضع الحين معي. ايوه ثلاثه. الطاوله الساعه الحلق. ايوه كمان شيء في الدار مربع اتذكر. النظارات. نظارات مربعات. لا الطاولة. قلت لي الطاولة. حكيت سدر. الصينية اللي بتكدمي فيها ولا بتكدميش انت شغالة بتشغلي الحاج شكلك؟ انا بشغله؟ انا بشغله؟ والله شكله بسخم شكيان معي. لا والله شكيان يا حسرة على نصرة. ليش
يا حسرة على نصرة، والله شكلها شكية يا حسرة على نصرة. والله شافت أيام احنا منها ما في سبيها. منكره منكره فرحنا فاعلين خير. انا بكيت اجوزك اصلا طلعت ثنتين من مشكلين انت يا حاج مشكلين. لا جوزي اعطيني انا ده جوزي. لا جوزي شو بدها فيه؟ شو بدها فيه؟ بيني وبينك شو بدها فيه؟ زرع زرع واللي حصد حصد. نضحك على بعض يابا. وين بدك تقعدي لما بدك تتجوزي؟ هاي الدار باسمك. تقسم بالنص بيتي هذا في اسمي. هو سجله في اسمك. أنا مسجل في اسمه كله في اسمه. مين راح أقول؟ فيش له ولا بلاطة في الدار. لا. يا ويلي علي جنيت على حالة. جنيت على حالة. ما بكيت عايش بوحدة وكل شيء تمام. أنت اللي جبت لحالك المصايب. لو بده معلكة تراب يزرع فيها زرع بعطيهوش. يا سلام. هاي شو في حرب بيني وبينها بقول لك. ليش حاملة عليها الكت؟ 50 سنة لك عايشة معاه. حامل سوى اشياء وما خلاص مش كذا السفينه جتني مثل العود مثل العود ربربتها مين رمى 150 كيلو الحين وزنها ربربتها يا حاج الطعم والكلفه والراحه والمصاري الله يعطيك الصحه يا ربي الله يسلمك انا ربربت حالي من حالي من ذراعي انا 15 سنه وانا اشتغل عند اليهود ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا ولا بس انا قعدت جديد بس قعدت من الليله من الليله الله يعطيك الصحه يا رب الله يرضى عليك حبيبه تروحي تسمحي لي اساله سؤال ولا ما اسالوش لما بدك بتشيش اساله عادي بسالوش انت تكرر خلاص انا ما بحس بالنسوان من يوم طالع ما دام متجوز بيه خلاص بتموت على النسوان يا عجل تبيك شيء ان شاء الله الله يا عجل ان شاء الله اتقي الله بالنسوان والله بموت على النسوان اعطيني ثلاث اشياء طوال في البيت العمود العمود وال وال وصبت البطون هذه البطون الشمعة 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 يعني الشمعة تمام هاي تنتين وانا وانت هاي ثلاث كل شيء تمام الله يسعدك الله يربحك معنا الله يخليك يا رب يعطيك الصحه خليك في بالك خلي بالك يا رب حبيبه روحي يا اما صباح الخير انا قلت واقفه ما انا شو بدي اول شيء والله يابا انا ببيع حبه موز الله يعطيك الصحه الله يسلمك قديش لك في ارمينيا والله يابا صار لي تقريبا 13 سنه الله يعطيك الصحه الله يسلمك وفيه شغله معاه والله الحمد لله كلها يابا شغل كثير بس الله يسهر معانا ومعك يا الله دنيا واخره والله يابا شغل كثير يشهد علي الله الله يسعدك كيف ما انت شايف وضعنا على رب العالمين سيارتي يعني الحمد لله مش غاد غاد ومطوها رايح ومع ذلك بتعاد تزكية شو بدي اسوي؟ بعين الله يا رب. انا نصيبنا الحمد لله، الله يمحلى الحمد لله. يا رب. الحمد لله. انا بلف هيك بالمخيم. حياك الله يا شفتك مارق قلت والله لا اوقف. حياك الله يا رب. احنا برنامج بنسال الله يسعدك، بنسال سؤال بسيط بتجاوب عليه من ربحك جائزة. ان شاء الله لانه نقدر نجاوب. توكل على الله. اعطيني اربع وسائل نقل موجودة. إيه يعني ايش بنتنقل فيه؟ زي ايش؟ ايش بنترجل فيه يعني مثلا سياره اربع ركاب في عندك يابا كمان من السيارات الكبار تبعات التجاريه مزبوط كيف بتصلي انا دي في عندك باص باص في عندك طياره طياره هاي اربعه الله يعطيك العافيه الله يسلمك يا رب الله يسعد قلبك الله يسلمك يا رب الله يخليك يا رب الله يستاهل كل خير الله يرزقك وان شاء الله صباحنا مبارك الله يخليك يا عبد الله يخليك الله يسعدك الله يسعدك يعطيك العافية الله احنا برنامج من لف المخيم ومنربح جوائز تحب تشارك معنا؟ نعم طيب اعطيني اربع انواع سيارات سيارات؟ اه كيا فورتي وسيات سيات بي ام قادة و خلص مرسيدس خلص تجيش على العالي مش قدرتنا مرسيدس وبي ام طلعنا من الوطن تفضل يابا شكرا لك الله يسعدك يعطيك العافيه سلام حبيبتي كيف حالك الله يسلمك الحمد لله احنا عاملين برنامج بنلف هيك بالمخيم وبنربح جوائز تحب تشاركي معنا نشارك بس اذا بعرف لا ان شاء الله بتعرفي اعطيني لونين بنخلطهم في بعض بيعطونا لون رمادي لون سكني لونين بنخلطهم مع بعض بيعطونا لون سكني ابيض واسود برافو عليكي هيك ذكيه والله ماني ذكية والله ما شاء الله عنك هيك ذكية ربحتي معي حبيبتي تفضلي يا خيالكم حبيبتي ألف مبروك يسعد قلبك إحنا برنامج بنلف المخيم بدنا نربحك معانا جائزة إذا بتجاوب على السؤال البسيط شو رأيك؟
والله اتوكل على الله. زين اتوكل على الله. توكلنا على الله. اول ان شاء الله يسعد صباحك. الله يسعدك وكل ما شاء الله عنك يا بابا. الحمد لله. الله يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. قديش البركة عمرك؟ 77. صلاة النبي عنك. اللهم صل. انا بديش اتعبك عشانك حامل اغراض وراحتك كثير. الله يعطيك الصحة. اعطيني ثلاث انواع حمضيات. حمضيات؟ الليمون والبرتقال والكلمنتينة. برافو عليك. وردة وردة. اهلين. يسعد صباحك يابا. تفضل. شكرا شكرا. الله يخليك عمي. شكراً. تحياتي. اهلا. اعطيني شغلتين بنحطه على الراس. كيك العلب يعني معلبة شغلتين بنحطه على الراس. على الراس ولا على الراس؟ على الراس. على الراس. طقية. طقية. الباروكة. الباروكة. تفضل عمي ربك معنا. الله يسعد قلبك يا رب. يسعد هالصباح. بارك الله. الله يسعدك عمي. صبحكم بخير. احنا برنامج حابين تشارك معنا نسألك سؤال بسيط ونربحك معنا شو رأيك؟ يعطيك العافية أول شيء. ايش بتبيع؟ بيع كعك وكوكولاتة. الله يعطيك الصحة. المخبز أبو عايش معروف المشهور. الله يعطيك الصحة عمي. قديش لك في هالشغلة؟ والله تقريبا ما يعادل 10 سنين ما كثر. الله يعطيك الصحة. فاتك البيت منها الحمد لله. قديش عندك أولاد؟ والله نخلي لك 4 أولاد، 3 شباب و الله يحميهم ويخليهم. طب أنا بدي أسألك سؤال بسيط. أعطيني 3 أنواع سيارات. أوبل. أوبل. شيفرلي. شيفرلي. وميسي إذا بتعرف مع الأمريكي ميسي. ممتاز. اللهم صل. ميسي بيجو. ممتاز عمي. ربحت معي. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يعطيك الصحة. سلامات عمي. السلام عليكم. صباح الخير حبيبتي. احنا برنامج هيك بنلف على البيوت بنسأل أسئلة بسيطة إذا بتحبي تشاركي معنا حبيبتي. تروحي لا انت تفضلي لهون بلاش احنا نفوت. يعطيك العافية. كيف حالك؟ الله يسعدك. الحمد لله تمام. حبيبتي هذا بيتك؟ نعم صحيح. يا حبيبتي تروح قديش عندك اولاد؟ 6. الله يخلي لك اياهم يا رب. يسعد روحها. الله يخليك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. اعطيني 3 أشياء بيض بالبيت. بيض في البيت؟ في حليب. حليب. طحين. طحين. والله بصل بيت محمد. ملح. برافو عليك. برافو عليك. في اشياء مش قادر اتنفس انا من طلعت الدرج تبعك. حبيبتي ما اطول الدرج. تفضلي يا عمري حبيبتي. الله يسعدك خلي لك اولادك يا رب. يسعد قلبك حبيبتي. باي باي. خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد. اعطيني 3 أشياء مربعين بالبيت. الطاولة. الطاولة مربعة. مربعة مستطيل عادي يعني. والساعة. والساعة. والتليفون. والتليفون. برافو عليك يا حبيبتي. تفضل يا عمري. نسألك انت كمان نقدر حبيبتي. يسعد صباحك اول شيء. صحة تمام حبيبتي. طيب بدي اسألك انا 3 أشياء بيض بالبيت. 3 أشياء بيض. الماي. الماي. الحليب. الحليب. اللبن. اللبن ممتازة. تفضل يا عمري. حبيبتي. هلا هلا يا عمري هلا.